أهلا بكم، ننتقل مباشرة للاستماع إلى كلمة رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة لمناسبة الذكرى الثامنة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ووليد عيدو وأنطوان غانم. يا رفاق فرانسوا الحج وسامر حنة ووسام عيد ووسام الحسن، أيها الشهداء الأحياء مروان حمادي ومي شدياق وسمي وإلي والعزيز الشيخ بطرس حرب وسمير جعجع، لبنان الأمل والرجاء، لبنان الشهداء وانتفاضة الاستقلال، لبنان الآباء والأجداد يناديكم ويستصرخ فيكم ليقول: الدماء سالت من أجل أن يبقى وطننا واحدا موحدا متألقا في وجه العدوان والطغيان والاستبداد والعجز والوصاية، وليس من أجل أن يضيع ويقسم ويفتت ويخضع للإرهاب وسطوة السلاح والمسلحين والخارجين عن القانون، أو من أجل أن يكون لقمة سائغة للمستمتعين باقتسام المال العام والتعدي على أرواح الناس وممتلكاتهم وآمال مستقبلهم. أيها اللبنانيون، قبل 8 سنوات من هذا اليوم امتدت يد الغدر والمكر والإجرام لتغتال من ساهم في إنقاذ لبنان وابتكر وحمل ودفع وأطلق مشروع إعادة إعمار ما هدمته الحرب في لبنان، وعمل على إعداد لبنان للمستقبل. صحيح أنهم نجحوا في القتل والاغتيال، لكنهم فشلوا في تدمير حضور رفيق الحريري الذي بات أقوى في غيابه، وها هي رؤيته قد اتسعت وتعمقت وجماهيره ازدادت وانتشرت. قبل 8 سنوات وقعت الجريمة لقتل أفكار ورؤية رفيق الحريري ودوره الطليعي، لكنه ما يزال حاضرا في نفوسنا وقلوبنا وضمائرنا وعقولنا. لم تفارقنا أبدا يا أبا بهاء، لا ولم تغب عنا ولا للحظة. لم ينجح المجرمون إلا في قتل جسدك، أما الروح والعزيمة والمشروع والرؤية فكلها باقية لأنها متأصلة وعميقة. نحن يا أبا بهاء باقون على العهد والوفاء والرؤية. لبنان وطننا جميعا مسلمين ومسيحيين، لن نقبل عنه بديلا. نحن متمسكون بقيم العيش الواحد والمشترك وبالنظام الديمقراطي وبالانفتاح والاعتدال، ومتمسكون بالحريات الفردية، حرية القول والمعتقد والتجمع وحرية الإيمان، وبالاستقلال والدولة المدنية، دولة حقوق الإنسان، دولة المواطن. نحن يا أبا بهاء كنا وسنبقى متمسكين بالميثاق الوطني وبالدستور وباتفاق الطائف وصولا إلى تطبيقه كاملا، وبمؤسسات الدولة ووحدتها وسلطانها وسيادتها على أرضها، وبأن تكون لنا مؤسسات تمثل كل الوطن وجميع المواطنين وتحميهم وتؤمن مصالحهم. نحن لم نخضع لمكر عدونا الإسرائيلي، ولن نسلم له أو نقبل باغتصابه لأرضنا ومياهنا وسيادتنا. نحن يا أبا بهاء لم ولن ننجر إلى النزوات التقسيمية،
ولن نقبل أن ينزلق بلدنا نحو التناحر بين الطوائف والمذاهب، بل سنعمل لأن يتألق وطننا بين دول المنطقة والعالم، ويبقى رسالة عيش مشترك ورسالة حضارة لا ساحة صراع وعداوات لا تنتهي. ناضلنا وسقط منا شهداء أبطال، وسنظل نناضل بشرف دفاعا عن المبادئ التي ضحيت من أجلها واستشهدت بسببها وربيت أجيالا لن تنساك ولن تنسى الرؤية الوطنية الجامعة والمشروع البناء والكبير. يا شهيدنا الكبير، لقد أزهر الربيع العربي بعد أن كان ربيع لبنان قد انطلق من ساحة الحرية في بيروت باستشهادك، لكن ربيع العرب وإن كانت ولادته صعبة وتكتنف مساراته العراقيل فإن مستقبله واعد. ما يحمله الربيع العربي فيه أمل كبير لأوطاننا العربية وآفاق تطورها ونهوضها، ويذهب طغاة القتل والإجرام وتشرق أيام أمتنا الزاهرة في عيون شبابنا وأطفالنا. أكرر مرة ثانية التحية للشهداء الأحياء مروان حمادي وميش دياء والياس المر وسمير جعجع والعزيز بطرس حرب. أيها اللبنانيون، لن نقبل أن يسيطر علينا اليأس والقنوط. صحيح أن الأيام التي مضت كانت أياما صعبة وحالكة بسبب سيطرة قوى الأمر الواقع وأعداء دولة المواطنة، دولة الحق والحرية. صحيح أننا نسمع ونستمع إلى التحريض والشحن والتهويل من تيارات الحقد والضغينة، لكننا ثابتون على قناعاتنا ومنطلقاتنا، متمسكون ببلدنا ووحدة دولتنا وشعبنا وأحكام دستورنا. ولن تهزنا الصغائر ولن تبدل قناعاتنا أحداث عابرة أو مفتعلة. أيها المواطنون، أيها اللبنانيون، لقد كانت السنوات الماضية التي أعقبت استشهاد الرئيس رفيع الحريري ورفاقه الأعلام الشجعان سنوات صعبة ومفصلية، لكنها أيضا كانت حافلة بالخطوات التي استلهمناها من سيرتك يا أبا بهاء. لقد أجلت ثورة الشعب اللبناني قوات النظام السوري عن لبنان بعد أن طال عهد الوصاية واستطال، وقد انطلق تحالف قوى 14 آذار تأكيدا ودعما للاستقلال والدولة والدستور والسيادة وتضامن الوطنيين مسلمين ومسيحيين. وقد حصلنا على ثقة أغلبية الشعب اللبناني في انتخابات عامة مرتين في عامي 2005 و2009، ولقد أنجزنا إقرار المحكمة الدولية لكشف جرائم الاغتيال السياسي وعلى رأسها جريمة اغتيال الرئيس رفيع الحريري ورفاقه، ولردع المجرمين عن مواصلة ارتكاب جرائمهم. لقد نجحنا في منع إسرائيل من الانتصار عام 2006، وأحبطنا مخططات السيطرة وقدنا عمليات الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي على بلدنا، فبنينا ما تهدم بمساعدة الدول العربية وتضامنها ومساعدة أصدقائنا في العالم لجميع اللبنانيين. وقد استرجع الجيش اللبناني مكانته وموقعه الطبيعي
على الحدود الدولية للبنان تعاونه القوات الدولية من أجل تأمين لبنان وتحصينه، كما انتصر جيشنا وإرادتنا الوطنية على الإرهاب ومخططات المكر والخطوط الحمر في نهر البارد، وأعدنا اللحمة اللبنانية الفلسطينية. وقد استطاعت حكوماتنا وعلى مدى 5 سنوات من تحقيق نمو كبير في الاقتصاد اللبناني رغم الحرب الإسرائيلية ورغم استمرار الاغتيالات والإعاقات الكبيرة التي أحدثها الانقسام السياسي وتعطيل العمل الحكومي، ورغم استمرار التدخلات المسلحة من أجل حزب السلاح والنظام السوري. أيها اللبنانيون، يا شعب الوحدة والعيش الواحد والمشترك، تعيش البلاد منذ الانقلاب على الدولة في العام 2006 وبعد ذلك في اقتحام بيروت في العام 2008 ثم الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية وعلى اتفاق الوحدة في الدوحة في العام 2010 أزمات وطنية وسياسية واقتصادية، وكل ذلك بسبب الانقلاب الأسود على مؤسسات وعلى آليات عمل النظام الديمقراطي والإرادة الشعبية ونتائج الانتخابات النيابية. نحن اليوم وإزاء هذه الأزمة العميقة والمستمرة باستمرار مفاعيل هذا الانقلاب، نؤكد رفضنا لكل ما يعيد لبنان إلى الوراء ويساهم في تفتيت وتماسك في تفتيت تماسك شعبه. ولقد أعلنا ذلك بوضوح عبر مطالبتنا باستقالة حكومة الانقلاب ورفضنا لما يسمى بمشروع اللقاء الأرثوذكسي مشروع تفتيت لبنان. وما اكتفينا بذلك، بل تقدمنا بمشروع ورؤية لتحصين الانصهار الوطني والعيش المشترك واستكمال تطبيق اتفاق الطائف. لكننا في الوقت عينه نحن منفتحون على نقاش وتطوير أي صيغة لا تتناقض مع الأسس التي قام عليها لبنان، أي أسس العيش الواحد والتمثيل الصحيح والعادل القائم على حرية الاختيار وتعزيز روح المواطنة. وسنفسح المجال للنقاش من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم تتعزز فيه الأسس الوطنية التي أنتجها ميثاقنا الوطني. إننا مصرون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من أجل تجديد الأمل بقيامة لبنان وبمؤسساته وتطلعه نحو المستقبل بثقة وقدرة وسعة رؤية، إذ لا يعقل أن نقبل باستمرار هذا الانحدار والتراجع الذي تدفع إليه سياسة حزب الله والنظام السوري. نريد الانتخابات في موعدها من أجل تجديد الثقة بلبنان وبمؤسساته. نريد الانتخابات سبيلاً للتغيير عن طريق الديمقراطية وللخلاص من هذه المجموعة القابضة على أنفاس لبنان وعلى نموه واللاجمة لحركة عمرانه والمهددة لاستقراره والمعطلة لتطوره وانتعاشه. ولهذا نكرر القول نعم لقانون انتخاب ينطلق من ثوابت ميثاقنا الوطني اللبناني وينال موافقة الجميع. نؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها من أجل إعادة لبنان إلى طريق الإصلاح والنهوض والتطور والإنماء بعد أن أثبتت تجربة مرحلة سيطرة السلاح وأصحاب القمصان السود أن لبنان محكوم من جانب فئة تمتهن اغتصاب الإرادة الوطنية وتتقن صناعة وترويج
الحبوب المخدرة والأدوية المزورة والفاسدة، كما تتصف بكونها أيضا وراء الاتصالات الفاشلة والمازوت المهرب والمهدور والكهرباء العاجزة والحدود السائبة والمقدرات المنهوبة. نريد الانتخابات لأنها الوسيلة الوحيدة لعودة لبنان بلدا طبيعيا حرا وسيدا ومتقدما ومزدهرا، وليس شريكا أو عاملا عند أهل السلاح ولمصلحة حلفائهم فيما وراء الحدود. لن نقبل أن يبقى بلدنا تحت قبضة الوصاية ولا تحت سيطرة السلاح، ولا في ظل الأنظمة البائدة والتي سفكت وما تزال تسفك دماء السوريين واللبنانيين والفلسطينيين. لم تفارقنا أبدا يا أبا بهاء، لا، لم تغب عنا ولا للحظة، وأنت باق معنا وفينا ما بقينا وبقي لبنان. المجرمون سينالون عقابهم لا محالة، ولبنان سيبقى بلدا حرا عزيزا عربيا سيدا مستقلا ديمقراطيا أبيا. لبنان بلد العيش الواحد، البلد الذي يأمن فيه مواطنوه ويتطلع بنوه بالعمل والأمل للغد المشرق والواعد. وسيبقى لبنان، سيبقى لبنان.